مرحبا بكم. دونك راه نشارك العادة كملوا الريبريز دو شامبيونان باش نطلع معناها ماتش في جيتس دون ان تيران معناها بياج. ماتش اون ديبلاسمون ابري اون كونتر بيرفورمانس دونك حاولوا باش نكونوا معناها جاهزين ومستحسن تكونوا معناها جاهزين وحاضرين باش يكون فيه معناها رد فعل نبينوا فيها اللي معناها سنكسبوا الباركور معناها مشنو اللي صار كي في كل بوكو دونك بوكو دو كريتيك. التحضيرات نتاعنا ديما يعني عادية ومتحملين معنا مسؤولياتنا وعارفين يعني الأمور اللي تستنى فينا بطبيعة الحال بالاسترجاع معنا بعض اللاعبين وبنسق معنا المباريات اللي ما شفنا معنا كنا معنا في تريب ورجعنا دونك نصور اللي الكاتربان دي منوت لعبنا مرحب لنف يعطيونا معنا دفع يعطيونا التوجه أكثر يرجعونا للروبير بتاعنا وبطبيعة الحال وطالبين باش تكون فيه معنا رد فعل مباراتنا. الواحد المهدي في ماتش واحد بالنسبة للسؤال الثاني يخص بعض فما زوج من داخل اللاعبين معناها سؤال معناها تحت تهديد الإصدار الثاني معناها سيرتو نعرفوا الفرجاني مازال ما نضربش وظهري غيلان كيف كيف معناها ظهري صعبة باش تكون زاد شوية حذر على مستوى اختيار مراكز التشكيل. بعد هذا ما عندناش يعني نبدا بالسؤال الثاني توجه للامور هذه ما يعني نحاول نخلي الامور تمشي بطبيعتها لانه يعني بالحق كيخوض المباراه نخرجوا عن دم دونك يفسخوا كل شيء بدنا حالهم معنا انظار دونك امام حتميه مباراه معنا هامه نخمم في مباراه اللي قدامنا بطبيعه الحال ناخذ معنا الاعتبار مباراه الدربي ولو انا ما نخمش فيها برشا المباراه هذه نخمم في المباراه اللي قدام ساعه قبل كل شيء هذا من ناحيه معناها فيما يخص معناها الوضعيه مع بعض اللاعبين ونخلي الامور يعني تمشي بطبيعتها الا اذا كان شفنا معناها لازم باش نتصرفوا تصرف اخر. سؤال لون فضلي فما شفنا الرجوع ما هو بالنسبه كما قلنا يعني ماهوش من باب يعني الواحد باش يلقى الاعذار وكذا لكن هذيك هي يعني حقيقه ميدان ابري كو بطبيعه الحال باش ينجم الواحد يفسر بعض الوضعيات لما نمروا معناها بفتره مثلا نشوفوا السيكل الاول اللي عملناه الميكرو سيكل الاول تحضيرات اتسيتيرا قدامنا تشالنج وان اوبجيكتيف ايميديا اللي هو لا كوب افيك ديزادفيرسير كما نعرفوا كل كذا وكان التحضير جيد والتركيز ومباريات معناها متتاليه على بعضها بعد جات فتره الراحه فتره الراحه بالطبيعه فيها يعني غيابات نتيجه اصابات الى اخره بعض الاسترخاء رجعنا لكن على مستوى النتيجه كان موجود والاداء كان ربما في الاشواط الثانيه كان افضل دونك لو بوان كون بو ريتونير هو لو نقارنوا حتى بموسم الفارق ماهوش قضيه شوط هو شوط هو قضيه لما نسجل اذا لقينا لو شومان ديفيلي واللي فما اسلوب اخر وطريقه اخرى وعقليه اخرى في الكلام بطبيعه الحال حتى نظرا معناها للادفيرسير ولكن هذه اللي يعني النقطه اللي موجوده كي نشوفوا وين قاعد يعني الكريتيك موجودين كذا عم يطولوا لانه في ميتاولو تقال فالجل الوقت هذاك ما سجلناش اهداف دونك نلقاو بعض الاشكاليات بعض التسرع لكن بالتجربه حتى في الموسم الفارط اذا لقينا معناها لو شومان دي بيوت دونك الامور تتحسن افضل من ناحيه يعني الثقه في النفس من ناحيه المساحه اللي نلقاوها المعنويات ترتفع الخصم الشيء اللي جاني ما يلقاش دونك هذه معناها الوضعيات اللي موجوده زدت على ذلك نعاود نرجع معناها للتراب هذه بالذات يعني كل تراب تخدم جمعيه في بعض الاوقات تعطيها يعني ان بلوس في بعض الاحيان يعني ما نستغلوهاش قبل ما يكون نظرا اللي عندنا العديد من الغيابات، العديد من الغيابات شفتوا اللي ما نجموش شاركوا جل اللاعبين نتاع المباريات حتى الناس كل تحشوا في الانتدابات في الانتدابات في الانتدابات الى يومنا هذا نستعمل فيه ملاعب اثنين ملاعب اثنين وربما ثلاثه ملاعبين هو مثلا لواحد كيما محمد علي منصر عارفين اللي مازال ما جاش امكانيات لكن مجبورين ومطالبين بالمستحسن باش يشارك في المباريات هذه باش يحسن يعني المستوى يعني اللياقه نتاعو ويرجع لي روبير نتاعو معناها قاعدين نخدموا باش نوصلوا الفريق نتاعنا في افضل حالاته بالظروف اللي موجوده كيما ياسين الخميس مثلا المباراه هذه
كنا مش هوريك لها ماناش محترفين بمعنى الكلمه، الانفيرونمون معناها صعيب، كنا عاملين برنامج باش في لاعبين تخرج من مكان التكاليف، كنا روحنا في ضغوطات ما فيهم انا بطبيعه الحال موجود، فا اونوري بو ريسكي معناها الخنيسي تضرب لانه يروفيان دي بليسور وعنده مده نتاع راحه، نتيجه الشيء هذا اللي الناس تحب عليه لو جور الى نوي وكن فيكون، لا نعرف اللاعبين مصابين رجعوا معناها يلزمهم على غالب بعض الوقت باش يرجعوا، لا نعرفوا يعني غيابات، انا عاود انا شكيت لكن فما المينيموم من الواحد يكون ملم معناها بالوضعيه نتاع الفريق، ملم بالامور هذه الكل، باش يعني نجموا ونحكموا ونحسموا، على عكس حتى يكون فريق معناها امكانياته معناها محترمه وانقص منا معناها في الامكانيات، ويكون الفريق نتاعه الكل مع بعضه موجود، ويكون معناها قام تربص وبطبيعه الحال تكون اللحمه موجوده، لقينا معناها صعوبات خاصه في الشوط الثاني باش تخلق الاهداف ولو تخلق مع الفرص معناها في نهاية المباراة، كانت مباراة صعيبة علينا، هذه هي جل العوامل اللي موجودة، ما يمنعش ديما يلزمنا باش نخدموا، ديما يلزمنا باش معناها نطوروا الفريق نتاعنا، ونتحملوا مسؤولياتنا، ونبقى الدروا معناها باش نعملوا ديزيرور، معناها من المستحسن نعملوا ديزيرور، ولو هنالك ضغوطات، ولو هنالك مطالبة بالنتيجة، مطالبة بهذا، هذا بقدر معناها الفرق الكبيرة واللاعبين الكبار، لكن هذا هو يعني خلاصة ما في الأمر، معناها هنالك أسباب ومسببات تخلي بن محمد نفس الشيء لاعب جديد بدنا نشوفوه. يعني هذوما هما الاشياء اللي صاروا فون كو يخليه ربما المردود خاصه في الشوط الاول ما كانش في الشيء اللي نحبوا عليه. سي عمار ابارتير من المباراه هذه باش تنطلق روحها في سكسيسيون تاع لي ماتش صعاب، هما جابس ديربي بعد متلاوي في متلاوي وبعد نرجعوا بريمير جونير وتور جابس في جابس. بتخبط راس لي سبرونس بيت عنده اوبليغاسيون تاع لي ريزولتا تاع وقت كنا نلوجوا على مانيير. هو كي نجيو نقعدوا هكا تتروبوزي ونحبوا نحكيو الكره في تونس يعني مش في الدرجه تاعنا يعني تغيرت المنطقه نتاعها وتغير اللغه نتاعها. اش معناها؟ معناها دو بول وبعد عندنا بلاي اوف وعندنا كذا اللي هز التيتر وقت البلاي اوف كان بيرفورمان في البول هذوكم كان متصدر البول نتاعو سي اس اس باغ اكزومبل. لما نقولوا احنا عندنا ملاعبيه مصابين باش نرجعوهم، لما نقولوا عندنا ملاعبيه مش جاهزين كيما زعبيه كيما كذا باش نعطيهم ان طون دو جو ويلعبوا نترقبوا فيهم باش يكونوا معناها بيرفورمون 100%. ما نجموش يكونوا بيرفورمون 100%، احنا كفنيين نحكي دو موا عليا انا سامتان متحملين الظرف هذا وانا اتحمل تبعات النتيجه، لما تقول لي مباريات صعيبه يا اخي مباريات كل يعني صعيبه. معناها مباريات كل معناها الحمد لله نحترموا في الادفيسير ونقولوا مباريات صعيبه يتسفيرا وكذا وخذنا الموسم فات مباريات صعيبه ولعبنا وما خسرنا حتى مباراه معناها بالمستوى هذا معناها خارج ارضنا الموسم الفات عملنا تعادل في نهايه معناها الموسم في قفصه وبطبيعه الحال الامكانيات اللي عندنا تخول لنا باش نخوض المباريات هذه ثقه في النفس وبروح انتصاريه ماهيش قضيه نتاع اوبليغاسيون دي ريزولتا بالعكس دي ريزولتا معروفين في فرق كبيره مطالبين فيها مهما كانت معناها الوضعيات لكن نتصور اللي انا كفني كنت نتصور يكون هناك يعني اكثر تفاهم اكثر اريحيه باش الفريق يخدم ويحسن روحه لكن لما تكون معناها ولو انا متحمل الضغوطات هذه ومن الاخر نقول لكم ما عنديش راه ضغوطات حتى التحكيم على ديفيكولتي في الاشواء مش موجود لما تحكيو ضغوطات صعيبه وما نعرفش درس ما في مخي انا مش موجود نخدم على روحي نقوم بواجبي لا في الاقل مع جي ام فيزا في اللي هو الاداره نتاعي الاخر كله ما يعمليش اذا في اشياء معناها ايجابيه باش ترجعني للجاده ناخذها اذا في اشياء سلبيه ما نعرفش اشني انا هو الملاعب اللي عملت عليه لي ريزو سوسيو عليه الحمله ونجحت بعد لا تعطيني بالحساب ستاتيستيك ما نعملناه بالسناب شكون اللاعب اللي قامت عليه حمله علاش ما يلعبش ولا كونفيرمي بالحساب غيرش علاه من حد دقيق هنا بيرسي بتاعتها كيف جات الفرصة ولا ولا واحد عمل الحملة باش يفرض لاعب اللي قاعد تو يكون مثلا في مستوى لا باس به مثلا والاخر كله حشو الاخر كله حشو بول بوا كيفاش كان عملها ما بتعمل كونفرنس دو بريس كله لي اس اس بلاس كي تو ولو امن لي اس اس بلاس واقف معاه وقاعد يلعب وقاعد الراجل نحبه يرجع ياخذ كيف لكن هذه هي معناها العقلية اللي موجودة واللي سايدة اللي موجود ديما يعني نقص من الامكانيات نتاعه ومن الواحد نتاعه واللي برا يعني ناخذ نحب نجرب الى اخره انا مانيش مستعد نجرب اذا كان يلزمني نجرب اذا كان ثم امكانيه معناها باش نعطيو معناها ان طون جو للاعبين ولا كذا هذا الشيء تاع كالينتي اللي انا جو فو جو اللي فيه الاجري يعني نحضر الفريق وميم طون نلوج على النتيجه. انت قلت ما تخضعش للضغوطات وما يمكنش تهتمش برشا في الكلام اللي يتقال، في نفس الوقت تقول انك خليت الخنيسي
هذا الكل الكلام والضغط واحد سي ما نقعدوش لا مش الكلام سي لا فيزيونومي دي ماتش افيكو معناها ولات ثم اولويات يعني مثلا نعرف اللي بن محمد ما نمشي كم مباراه اكثر من الخميس شفت المردود تاع الرجال دونك ولات ثم اولويات يعني ثم اشياء في الملعب اللي يلزمني نتعامل معاها مش معناها ما نفضحش قلت لك انا نورمالمون نكونوا محترفين وما كناش محترفين 100% النتيجه الوضعيه الكل وانا كما قالوا لي قبل ماني جاي من المريخ دونك نتعامل وفسرت علاش عملنا بالطريقه هذيك لكن حتى كي نحطوا ان بلون دو جو ونحطوا الاختيارات نتاعنا ساعه لساعه تصير اشياء غير منتظره تخليك تغير بعد خاطر لا جيستيون ماهيش علم ماهيش واحد واحد يساوي اثنين كنت قدمت نفس الشيء ماهيش علم ماهيش واحد واحد يساوي اثنين. يعني مثلا عندي جوج اسئله بالنسبه للمبارك الشريف بثلاث نظارات اللي لازم يتعوض ولا لا؟ ما عندوش ما عنديش موضع فريق نتاع كرة القدم سوسيتي باش تكون فيه معناها خلاف باش ترضي يعني فيه تنجم لاعب يجي نهار معناها ما عرفش انا ظروفه ما تسمحلوش كذا مش مرتاح تصير حاجة بين ضد القرار نعرف كذا يعني اشياء يعني عادية تصير في الفرق الكل. سي عمار أسئلة أولا على أنيس البدري اسكو باش يكون جاهز مباراة هذا ولا باش يتم احتفاظ به للدربي وثانيا ما تشوفش أنه الاسبيرونس منذ مباراة الدربي الكاس اللي ربحتها بالطريقة هذيك والبوجو اللي لعبته وليت اون كيلكو سورت فيكتيم تاع الفيكتوار هذيك ويعني ليكيب حطت لا باغ تخي اوت او نيفو دو جو والفريق عادي لوج على روحه من المباراة هذيك حتى الجمهور يعني ولا ما يحب يشوف ليسبيرونس تكاور كان في النيفو هذاك. ومن حقه لانه حكيت في بداية المداخلة بتاعي قلت اللي راهو سيت ان سيكل عدى نظرا لمعطيات معينة ماهيش نفس ماهوش نفس الظروف ماهوش نفس المعطيات نتاع السيكل هذاك باش تلعب كونتر ليتوال وكونتر جابس وديربي فيها ان شاء الله فيها تيتر كيما نفس الظروف هذه تعرف ولا تكتب